يوم بنسمع عن شائعة جديدة لفنان أو فنانة، عشان كده قررت الفنانة دينا الشربيني تحط حد للشائعات دي، لأن طلع إنها ارتبطت بإعلامي إماراتي. وهيفضل مين هو حبيب دينا الشربيني سر، ما قالتش أي تفاصيل عنه في أي لقاءات سابقة. لكن الفنانة دينا في حلقة ليها في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي قالت إنها وقعت في الحب من شخص جدع وأصله نبيل، وأخلاقه ظهرت لما فقدت والدها ووالدتها، وهو كان السند ليها في أصعب فترة هي مرت بيها. ولما سألتها لميس الحديدي قولي لنا أول حرف حتى من اسمه، راحت ردت دينا أول حرف من اسمه حسين، هو مصري ومن خارج الوسط الفني. وبينت دينا إنه مش بيحب الظهور إعلامياً، وكان بيفضل دايماً إنه يشوفها في البيت عشان هي شخص مشهور. وقالت أنا برفض أرد على الشائعات لأني دايماً متعودة على الكلام ده، وقالت إنها بتشوف ده لما الحكاية بتخلص. وبالنسبة لطريقة التعارف مع حسين، كشفت إنهم اتقابلوا في تجمعات مع أصدقاء مشتركين، وبعد كده حصل الحب. وقالت أكتر حاجة عجبتني فيه إنه متدين وجدع ولذيذ وبيدعمني دايماً ودايماً عينه عليا من بعيد. ووضحت دينا إنها ما تقدرش ترتبط بشخص بخيل سواء مشاعر أو فلوس. وبالنسبة لمسلسل كامل العدد اللي حقق نجاح كبير، ولما تسألت هل هيكون في جزء ثالث، كان ردها إنهم مستعدين لتصوير موسم جديد منه بعد ما يلاقوا مواضيع مناسبة يقدموها. قولولنا إيه أكتر جزء بتحبوه في مسلسل كامل العدد؟